رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ونشوف بقى الثعلب ونصايحه للناس الاسبوع اللي جاي يعملوا ايه، ويروح على صلاح ولا يروح على مين؟ صلاح وكين نفس الحاله لسه. كين ما جابش طبعا اجوان، وانا متهيألي زي ما قلت لك صلاح هو ان شاء الله ربنا يوفقه 4 سنين يكون هو هداف الفرقه، وهدافين الدوري دي ما بتحصلش. ويمكن ريو فيرديناند كان بيتكلم اول امبارح ولا حاجه، قال لك مش مدين صلاح حقه، مش مدين صلاح القيمه اللي يستاهلها، ان هو واحد كل سنه من ساعه ما وصل البريمير ليج هو هداف الفرقه وهداف الدوري. اعتقد صلاح ان شاء الله، طبعا اكيد ناس مراهنه على صلاح. في لينجارد كمان، ويست هام كان ماشي كويس قوي اول ما راح من مانشستر، قعد فتره الاسبوعين اللي فاتوا ما جابش جوان، لكن ممكن يرجع الماتش الجاي هيلعب على ملعبه مع ساوثهامبتون. طبعا صلاح برضو عنده ماتش مع كريستال بالاس، كريستال بالاس خسر 3-1 من ارسنال، فممكن برضو يبقى ماشي بشكل كويس. ارسنال عنده هيلعب برايتون على ملعب الارسنال، برضو ممكن تاخد حد من ارسنال، ممكن كيران تيرني اللعيب الاشول اللي برضو ممكن يبقى بتعمل كلين شيت وممكن يعمل اجوان.